Yeah. لو سمحت. نعم. شو هاد؟ لك وين عقلك انت؟ مانك شايف كيف المرأة عم تنكب على الطاولة؟ شو يعني استاذ؟ شو؟ اوف، انت عن جد مو معقول. يعني انا بدي منك انه هاي الطاولة تضل نظيفة وعم تلمع كمان، فهمت؟ انا آسف. آسف؟ اصلا انت النظافة كلها ما بتعرفها. شو هاد؟ مين فتح طاولة المقبلات هلا؟ استاذ هديك الأنسة طلبت مني هيك. شو؟ أنت بدك مصاري؟ مصاري؟ من شان الوجبات؟ لا لا، كله مجاني، كلي كلي. لا مو مشان هيك، لحتى تاخذ لي صورة. اوه قصدك بدك صورك. طيب طيب، لحظة. غبي. إيه. ها. بكفي هيك؟ بدي وحدة ثانية مع الوجبة. وحدة ثانية مع الوجبة؟ هي طلبت. كمان أنسة، طيب روحي تصوري مع شي قطعة من اللحمة، ليش مع الوجبة؟ شو؟ يعني بما إنه في على هالطاولة كتير وجبات هندية، شو بدي باللحمة؟ احكي. بس لحظة، أنت جاية من الحي لعنا؟ يا إلهي، الناس هون أذكياء. أنت شو عرفك؟ يا ربي، مسكية. معناتها إذا هي جاية من حي الفقرة، أنا متأكد إنه في جراثيم على هي الكاميرا، وأكيد صاروا على إيدي. أنت كثير موسوس بالنظافة، شو مالك من هالبلد؟ إيه بلا، أنا من هون، بس بعد ما شفتك مبين عليكي إنه ما حدا عازمك على الحفلة. إيه صح حكيك، أنا ما حدا عزمني على هالحفلة، إجيت مع ستي سوشنا واتطمن مع الأكل. لحظة، استني شوي، أنتِ إجيتي مع ستك لهون؟ إيه، ليش؟ إيه ما بصدقك بنوب، أنتِ كذابة، لأنه ستي ما إلها علاقة ببنات مثلك نهائياً. لا عفواً منك، شو قلت؟ يعني شو قصدك من هذا الحكي؟ أنت شفت وشك بالمراية؟ أكيد ما شفت شي، أكيد المراية كانت صغيرة، أنا هلأ لازم صورك شي صورة لحتى تشوف منظرك كيف طالع، بلكي ببين معك وقتها كيف هو شكلك. أنت من مومباي؟ ماني عم صدق، ما في فايدة من الحكي معك. ليكي، أنتِ ما بيطلع لك تحكي معي هيك بنوب. إني كات، شو صاير معك؟ أنا قلت لك روح ظبط طاولات الأكل مشان الحفلة تبعنا. ما قلت لك روح احكي مع الناس اللي هون بهالوقاحة؟ أنا خالي؟ إذا بدكم تخلوا واحد مثل هاد جنب طاولات الأكل ويتصرف هيك، الضيوف رح يروحوا بدون ما ياكلوا شيء. خلص اسكتي بقى، أنت ما حدا عازمك على الحفلة وجاية هلا كمان تاكلي من كل شيء، وكمان عم تتمسخري على شكلي. صح، أنت سمين، كثير سمين، الناس اللي مثلك بكندا نحن هنيك بنقلن أنتم مثل البرميل، وأنت برميل كمان ومكتر. أنت جاية من كندا لهون؟ إيه. إجيتي مع أمك صح؟ أمي هاي كذابة، ما بصير تصدق اللي عم بتقوله. خالي، ابنك عم يضايقني، حاكي لمصلحته. شو عم تحكي؟ بتعرف؟ لك كأنك هلا عم تعرق، والعرق دليل على أنك واحد سمين كتير. خالتي، لو سمحتي قولي لابنك عادي إذا كان الواحد سمين، بس مو عادي يكون غليظ. بده ربط. مازن، بتعرف؟ ما بعرف إذا بتصدق، بس جيتك لعنا بتسوى الدنيا وما فيها. عن جد نحن مبسوطين فيك. بتعرف اليوم خطبة بوني؟ تفضل لجوا لحتى أعرفك على الموجودين. أختي، أخي، ألف مبروك. أنا انبسطت لك كثير. يلا تفضل. مازن، بعرفك بيت حماها لبوني سيد براشانت، صهرنا المستقبلي، وهي أمه وهاد أبوه. مرحبا. وهذا بيكون مازن، زوجة لجانا. ليش مين ما بيعرفه إلا الأستاذ؟ حضرتك مو رجل أعمال معروف السيد مازن؟ أستاذ أنا بعرفكم من خلال مجالات عمل خاصة فيكم. أستاذ تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان. يعني أنت بتكون زوج أخته لفينود؟ إيه، أنا بكون زوج أخته. عمي مازن، كيفك؟ هي ايه بوني صارت صبية. أنا منيح. شو هالحلاوة؟ من ذوقك. انبسطت بجيتك لعنا. هلأ صارت العيلة كلها تقريباً مكتملة. بالإذن منكم. أخي فاندو، شو كيفك؟ قديش صار لي ما شفتك يا أختي؟ زمان، لأنه ما عندك وقت لأختك. أنت نسياننا مو هيك؟ معقول انساكي فاندو؟ لو إني نسيتك عن جد ما كنت رحت على بيتك لحتى أشوفك. آسفة أخي، أنت إجيت على بيتي لحتى تشوفني وأنا طلعت من المدينة، والجيران قالوا لي إنك سألت عني، وحتى هن مدحوا فيك كتير يا أخي. بتعرف شو؟ أنا شفت حالي فيك كتير وقت حكوا هيك عليك قدامي. أخي عن جد أنا فاندو؟ تعالي شوي. يلا أخي، أنا هلأ برجع. أي مرت عمي فاندو، وين الهدية اللي جبناها لبوني؟ روحي جيبيها، يلا بسرعة. يلا حاضر. يلا. آسف جانا لأني إجيت وما خبرتك إني جاية أصلاً. بصراحة جانا، من وقتي اللي قلتيلي إنه مو أنتِ اللي موقعة على أوراق الطلاق نهائياً، مدري شو صار لي، ضعت كتير، وهذا هو الشيء اللي جابني لعندك. إجيت لهون لحتى أسألك، إذا مو أنتِ اللي وقعتي على أوراق الطلاق فمعناتها مين وقع؟ لو سمحتوا يا جماعة. ايه قصدي؟ أنا كتير مبسوط فيكن، لأنه بنتي بوني رح تنخطب بهالليلة، ووقت الواحد بتكون عيلته موجودة معه فبتصير هالفرحة فرحتين، وأنا اليوم ما أعطي فرحتي لحدا، لأنه اليوم عيلتي كلها معي، وأنا عن جد بتشكر كل الناس يلي إجوا كرمالنا. شكراً إلكن، وبما أنه نحن اليوم عنا هالمناسبة الحلوة، حابب أنه اللي يساوي مراسم الخطبة هن أختي جانا وزوجها مازن. مبين أنه فينود جن على الآخر، بنته صارت كبيرة هلأ، بس هو ما كبر بالمرة، حتى ما بيفهم مين لازم يختار ليعمل مراسم الخطبة. تعي جانو، مازن، انتوا اللي رح تساووا المراسم، تعوا. فليتبارك العروس والعريس وأسرتهما، وليكن فاتحة خير عليهم وعلى ذويهم جميعاً. ابني تفضل. يا ريت البنت وابوها وامها يتفضلوا لعندي. حكيم، جانا ومازن رح يساووا هالشيء. تفضلوا. ماني فهماني شو اللي عم بيصير، لانه مازن كان عم يحكي عن انفصاله هو وجانا من فتره، وهلأ جاية عم بشارك بالمراسم على إنه زوجها. أمي لا تشغلي بالك أنتي، أنا بظن صار لازم إنه نحن نعطيهم فرصة، بدهم شوية وقت، لأنه يمكن صهري مازن حابب يرجع لأختي جانو. بغض النظر هو شو حابب، بس أنا ما رح أعطيه فرصة لحتى يجرح قلب جانا أكثر من هيك. وطي صوتك، هلأ بيسمعونا. لا مازن رجاءً، لا تخجلني فينود، هذا ولا شيء، لأنه بوني هي مثل بنتي وما في شيء من ما آمن. لو سمحتي بنتي اقبليها. جانا. لحد هذا اليوم أنا ما قدرت أفهم ليش في بيناتنا هالمسافة الطويلة. امبارح وقت انت قلتي لي انه مو انت يلي وقعت على وراء الطلاق، حسيت انه انت يا جانا عم تكذبي علي، لهيك انا قلت لك تطلعي من الغرفة فورا. بس انا بعدين حسيت اني ندمانة كتير، وبعد ما فكرت شوي انا ضل ببالي سؤال واحد، إذا مو أنت اللي وقعتي على الوراء، مين هو لكن اللي وقع بدالك جانا؟ رجاءً جاوبيني ولا تسكتي، أنت نطرتيني سنين يا جانا. شو كان سبب طلبك للطلاق؟ مع أنك بتعرفي منيح أني أنا ما فيني طلقك نهائياً. أنا حتى ما فيني أقول لحدا شو هو يلي جواتي، لأنه صعب، ما حدا بيعرف يلي جواتي غيرك يا جانا. أنا لساتني بحبك مثل الأول وأكتر، بحياتي ما حبيت حدا مثل ما حبيتك، ونحن لحد اليوم ما عم نقدر نعيش بعد عن بعضنا. صح صار لي 18 سنة بعيد عنك، بس أنا ما نسيتك جانا. أنا إجيت لحتى أنهي هذا البعد، إجيت لحتى آخذك معي، تعالي نرجع سوا. تروحي معي جانا؟ أنا اللي وقعت على أوراق الطلاق مازن. كيف؟ أنا بدي أتطلق منك جانا. يلي عم تحكيه مزبوط؟ إيه مزبوط مازن، كل شي حكيته صح. وقت صار هالشي فجأة بعد 18 سنة، بصراحة أنا ما عرفت شو أقول وشو بدي ساوي، لهيك اضطريت أكذب وقلت لك إنه مو أنا اللي وقعت على الوراق. يعني امبارح كذبتي؟ ليش كذبتي علي جانا؟ مشان النفقة. أنا كنت بدي آخذ النفقة تبعي، لهيك. جانو انت شو عم بتقولي؟ مازن لو انك عرفت بهديك اللحظه انه انا اللي وقعت على هديك الوراق، اكيد وقتها كنت فهمتني، وكنت عرفت شو هدفي من كل هالشي، واكيد كنت عرفت شو عم حاول ساوي مشان اخذ النفقه تبعي، وكنت انكشفت، لهيك انا كذبت عليكم. بدك الصراحه مازن؟ مازن انا حسيت بالاحراج انه روح واطلب منك، لهيك انا طلبت بهالطريقه، لأنه ما كان طالع بإيدي غير إنه وقع عليهم وأبعتهم، وهذا اللي صار. مزبوط أنا اللي وقعت على هالوراق، وأنا اللي بعتهم على كندا كمان، وأنا فكرت إنك رح توقع عليهم بسرعة، بس لا، أنت ما عملت هيك، أنت إجيت لهون لحتى تشوفني، ووقت وصلت وإجيت وسألتني عن التوقيع، وقتها أنا كنت مرعوبة منك، ولهيك أنا كذبت عليك. أنا ما عم صدق إنه أنت بتفكري بهالطريقة بنوع. أنت ما كنتي هيك جانا. الحياة بتغير الواحد يا مازن. على كل حال، المحامي قال إنه المحكمة بتعرف شغلها كتير منيح. أنت اللي بعتت الوراق، ووقتها أنا اللي وقعت، وأنت اللي بتستفاد من الدعوة. لهيك أنا سويت كل هالشي. أنا عن جد ما بيهمني أنت هلأ كيف بتفكر فيني مازن، بيهمني أخلص من هالقصة بسرعة. أنا بس بدي الطلاق منك، طلاق وبس. أنت من إمتى بتحطي محامين لهذا الشيء؟ بدك إياهم يتدخلوا بعلاقتنا؟ وأنت كان عندك محامي مازن، شو نسيان؟ كان معك حق طبعاً، هال 18 سنة كانت مدة طويلة، وفي كتير شغلات تغيرت فيها لهالمدة، ومنها أولوياتي. على كل حال، المحامي تبعي قال لي إنه حتى لو إني كنت بعيدة عنكم 18 سنة، بس مع هيك أنا لهلأ بيطلع لي الحق بمصرياتك. أختي جانا، أنت شو هذا اللي عم تحكيه؟ فكري قبل ما تحكيه، لأنه بكرة بتندمي على كل شي عم تحكيه هلأ. لا فايشو، أنا ما رح أندم بنوب، مازن، هداك اليوم بدل النفقة أنا طلبت ولادي منك، صح؟ بتعرف لشو؟ عملت هيك لأنه كنت حابة أتفاوض معك. لأني كنت بعرف كتير منيح إنه ما فيك تعيش بدون ولادك أبداً، حتى ما كنت رح تعطيني الولاد نهائياً، بس كنت بعرف طبعاً رح تقدم لي عرض أحسن من هيك بكتير، وهذا اللي صار. أنا عن جد ما كنت بعرف إنه بعد الطلاق رح آخذ أكتر من حقي مازن، وإلا كنت طلبت الطلاق من زمان. مازن كل واحد منا عنده احتياجاته، وأنا عندي شوية حاجات، والمصاري ممكن تلبي لي كل شيء. هذا أرجون ما بينوثق فيه ويمكن يقلعني من الشركة بكرة، بس إذا بتقله احتمال كبير يخليني بالشغل، وهو ما إله شي عندي بنوب. طالما زوجي هو صاحب هي الشركة هلأ، صح عم بتطلق منك بس أنت المفروض تأمني، مزبوط؟ على كل حال نحن رح نتطلق، مفهوم، بس عندي شوية رغبات وأنت لازم تحققهم. ليك مازن، أنا هلأ بدي منك بيت كتير كبير، وبدي سيارتين أو أكتر، بدي حياة مرفهة، وكمان بدي مبلغ معين ينحط بحسابي بالبنك كل شهر. بس إذا بتأمن لي كل شيء أنا طلبته، وقتها فيني أعطيك الحرية اللي أنت بدك إياها. مازن، أنا عم أطلب منك حقوقي وأنت لازم تعطيني إياهم. جانو؟ ايه أنا بعرف إنه أنتِ حاسة اللي سويته كله غلط، بس صدقيني أمي أنا ما غلطت أبداً، ما غلطت بشي. سيد براتي. نعم أستاذ. هذا ملف شركة جونكا بيلدرز، اشتغل عليه. حاضر أستاذ. وينها؟ عود أنت. ما بعرف أستاذ، بظن راحت على البيت، بس ماني متأكد. معقول راحت على البيت؟ ومين سمح لها؟ منيح، هي سبب ثاني لحتى أفصلها ببساطة وهي ما لها عنا شيء. شوف، بدي تعملي ورقة فصل باسمها، وبتحط إنه السبب هو نقص بالخبرة، ماشي؟ طيب أستاذ. يلا بلش، عود تفضل. أنسة بورفي، ممكن أعرف وين كنتي؟ قولي. أستاذ، أنا ما كنت بعرف إنه موظفينك بياخدوا إذن منك إذا بدهم يفوتوا على الحمام. ماشي، أنا طلبت منك إنه تساوي لي مقدمة، جاهزة؟ تفضل. وتقرير نهاية الشهر عملتيه؟ هاد هو، وهي تبع المناقصة اللي حضرتك طلبت مني الصبح إني أعبيها، وهي باقي الملفات. في شيء تاني أستاذ؟ لا شكراً، صار فيكي تروحي على خطبة قرايبتك إذا بدك. إيه؟ شكراً كتير على اهتمامك، بسبب الشغل اللي حضرتك طلبته مني ما قدرت روح على الخطبة، وما في داعي أطلع. ماشي. أنسة بورفي؟ يلا اشتغلوا، وانت كمان يلا. وينك؟ شو كان في بالظرف؟ هي ورقة فصلك من الشغل. فصلي أنا من الشغل؟ وقت ما كنتي هون فكرتك رحتي وقلت للسيد أرجون إنك رحتي على البيت. لكان انت ليش عم تكذبي؟ بما انه مو انت اللي وقعتي على الوراق، ليش قلتي انه انت؟ كان في عندك امل انه ترجعي اولادك وزوجك وتعيشوا مع بعض بهالبيت بعد كل هالسنين، بس كذبك هاد خرب كل شيء. هلا على القليل كان لازم تفكري باولادك قبل ما تفكري تعملي هيك. لاني فكرت فيهم عملت هيك امي. شو قصدك؟ امي قصدي انا كذبت اليوم لانه ابني هو اللي بده يعني أعمل هيك. ألو؟ مدام جانا؟ نعم، مين معي؟ أنا ساشين دي شموخ، فيكي تطلعي شوي لبرا؟ بدي أحكي معك شوي لو سمحتي، بدي إياكي بشي ضروري. ساشا الجو حلو صح؟ العيلة الكل هون سوا، اليوم في حفل كبير والكل طبعا مجتمعين. ساشا هي بتكون عيلتك كمان، انت فيك تجي وتكون جزء من هالعيلة، لهيك أنا هون. ما فهمت. اسمعيني جانا، رجعي لي عائلتي لو سمحتي. أنا لسه بتذكر أنت كنتي حنونة وتطعميني بإيديكي وتهتمي فيني. ستي سوشنا كانت تعمل لي حلويات، أنت عطيتيني محبة كبيرة، لهيك أنا هلا اجيت أطلب منك طلب. حياتي أنا واخواتي. ساشا انا ما عم بفهم، فيك توضح لي اكثر؟ امي شرفاني هي صار لها ناطرته لبابا من 18 سنه لهلا، وانتي بتعرفي منيح شو هي الوحده صح؟ من 18 سنه وهي ناطره ابي وعم تركض ورا حبه كمان. عن جد حابب شوف السعادة على وشها، وما فيني اطلب منها انه تنسى ابي، بس انتي قوية. من 18 سنة ما شفتي لا بناتك ولا حتى جوزك، انتي فيك تضلي بدون زوجك، بس امي ما فيها تضل بدونه، وهن اللي هلأ مو مع بعضهم. انتوا الاثنين ممكن تضلوا بعاد عن بعض، بس القانون بيعتبركن زوجين. بالنهاية ما حدا مستفيد، لا انتي ولا حتى بابا، وبسبب هالعلاقة كمان حياة امي عم تخرب بيناتكن انتوا الاثنين. إذا فعلاً حبيتيني بس مرة كرمال محبتك، أنا بطلب منك هالطلب. بعد هالسنين بترجاكي عطي ماما فرصة إنه ترجع لبابا، بترجاكي خلي أبي يطلع من هالعلاقة، وهيك الكل بيرتاح، ستي وكمان جدي حتى بناتك التنتين كلهم بيعرفوا ماما شرفاني منيح وبيحبوها. بتتذكري ماما وثقت فيكي وحملتك مسؤوليتي، وبنفس الطريقة وثقي فيها وحمليها مسؤولية أوفي وتيجو بناتك. لو سمحتي عطي الطلاق لبابا وخلينا نخلص من هالعذاب. وإذا بتحبيني عن جد بتطلقي من بابا قريبا. كل هذا الشيء اللي عملته كان كرمال ابني يا أمي، لهيك أنا كذبت قدامه. أمي أنا بعرف إنه ساشو ما بيعتبرني مثل أمه، بس أنا لهلأ بعتبره مثل ابني وأكتر، لأنه هو وقت كان صغير أنا ما كنت أرفض له طلب شو ما كان، كنت أعمل له كل شي بده إياه. أنا وقت شفت وشه اليوم كان زعلان كتير، تذكرت الوجع اللي كنت حس فيه وقت كان يزعل وهو وصغير، وأنا ما فيني أتحمل هالشي. مشان هيك أنا اليوم كذبت، صدقيني غصباً عني كذبت. جانو معقول أنت ما بتعرفي إنه هاد ساشين لساته ولد صغير وغبي كمان؟ هو ما بيعرف إنه هالشي اللي عم يطلبه منك غلط وما بيصير، بس أنت أوعى منه يا بنتي. أنت هلا قطعتي علاقتك مع زوجك مشان طلبه ابنك منك ومانه منطقي، أي نوع من العدل هاد؟ أنت كل حياتك وأنت عم بتضحي كرمال هاد وهداك وما شفتي شي من الناس، لهيك ما تسألي عن حدا. أنت فيكي تتحملي شغلات فوق طاقتك، بس أنا ما فيني أتحمل شوفك زعلانة، فهمتي؟ أنا بس بدي أشوف بنتي مبسوطة مو أكتر، وأنا بدي سعادة أولادي. لأنه ساشو بده شرفاني تاخد حقوقها، هو بده إياها يكون عندها بيت دافي، وحتى بناتي بيحبوا شرفاني وبيحترموها وبيرتاحوا معها كتير، أكيد هنن متعلقين فيها، وهذا الشي صار واضح بالنسبة إلي، إنه شرفاني لما تروح لعندهم أكيد العيلة رح تكتمل، عمي ومرت عمي كمان، تيجو، أوفي، مازن، ساشو. أنا مالي مكان بهديك العيلة يا أمي، مالي شي. جانو أنت عم بتفكري بساشين وبس، وليش ما فكرت بتيجي وقوفي؟ أنت نسيتي إنه عندك بنت ثالثة اسمها بورفي؟ جانو شو رح تقولي لها بس تسألك؟ هي إلها سنين وهي ناطرتك لحتى ترجعي أنت ومازن لبعض، وبتعرفي إنك عم تظلميها بهالطريقة لأنها مو بنتك الحقيقية. أنت معك حق، صح هيك أنا بكون عم أظلم بورفي، بس شو ساوي؟ أنا مجبورة يا أمي. كنت بعرف، عرفت إنه هاد جوابك. طيب هي حياتك وهاد قرارك، بعرف إنك رح تساوي اللي بدك إياه ورح تعملي اللي براسك وما رح تردي على حدا. طيب ما أنا مشكلة، اسمعي شو بدي أقول لك هلا، لا تفكري إني رح صف معك بهالقرار بنوب. أنا أم مالي حظ، كرمال سعادة ولد واحد عم آخذ سعادة ولد تاني. ألف مبروك ستي، اللي كنتي عم تحلمي فيه تحقق. ابني عن جد ما عم صدق اللي عم تحكيه، يعني صار فيني أوثق باللي عم تقوله ساشو؟ ستي وعدتك قبل ما أجي، قلت لك ما رح أرجع لوقت ما جانا وبابا يتطلقوا. ممتاز ساشو، ممتاز يا ابني، ممتاز اللي عملته. أنت ساويت الشغلة اللي أنا بعتك مشانها، معناتها اسمعني شو بدي اقول لك. انت وابوك صار لازم تحجزوا باول رحله باسرع وقت وترجعوا انتوا الاثنين على كندا، لانه انا بلشت احس بالوحده وانا لحالي. ستي نحن ما فينا فورا، نحن بدنا نطول لنرجع. شو؟ ستي نحن مطولين لانه بابا وامي جانا ما اتطلقوا رسميا لسه، نحن لازم نوكل لهم محامي ونقدم الاوراق للمحكمه، وكمان في اجراءات ثانيه رح تاخذ منا وقت. بدي افهم شغله وحده يا ابني، ليش الشغلات الحلوة بتاخد منا وقت طويل لحتى تصير معنا؟ ستي رح نتأخر، بس الأمنية اللي حلمنا فيها لازم تتحقق. لا تخافي أبداً، رح جيب أبي وأرجع أول ما يخلص شغلنا هون. إيه وبعدين؟ رح جيب أمي على البيت. إيه وأخيراً يا ابني كتير منيح، لك صار لي سنين طويلة وأنا ناطرة هذا اليوم لحتى يجي. ستي صدقيني ما رح تنطري أكتر. ستي أنا بحكي معك بعدين. طيب الله معك. عم تحكي مع ستك؟ إيه بابا كان مشغول باله شوي، مشان هيك أنا خبرتها عن الطلاق. إيه كتير منيح إنك خبرتها، أنا ما كنت رح أقدر خبرها بشي. معك ورقة الطلاق صح؟ ايه جيبون. خلاص انا قررت وراح كفي باقي الورق، وخلينا نخلص من كل الاجراءات. يلا. إذا فعلاً حبيتيني بس مرة كرمال هالمحبة أنا بطلب منك هالطلب، بترجاكي عطي ماما فرصة إنه ترجع لبابا، بترجاكي خلي أبي يطلع من هالعلاقة وهيك الكل بيرتاح. ساشين أعطيني قلم. نحن رح نتطلق مفهوم، بس عندي شوية رغبات وأنت لازم تحققهم. أنا هلأ بدي منك بيت كتير كبير، وبدي سيارتين أو أكثر، بدي حياة مرفهة، وكمان بدي مبلغ معين ينحط بحسابي بالبنك كل شهر. إذا بتأمن لي كل شيء أنا طلبته، وقتها فيني أعطيك الحرية اللي أنت بدك إياها. ابني انت زبط كل شي باقي. بدي كل شي بتحلم فيه جانا يصير عندها فورا. عطيها ضعف كل شي. خلال 18 سنة انا ما اعطيتها شي. انا كنت بعيد عنها كمان، وما كنت بعرف شو كان بدها، بس شو ما طلبت بتنفذ لها فورا. طبعاً لأنه هذا الشيء ممكن يخليها مبسوطة ومرتاحة وكل شيء واصلها. لازم نعوضها نحن عن كل شيء. هلأ ما بيهمني كيف رح تفكر فيني، المهم هي تاخد يلي بدها إياه وأكتر. هي طلبت شقة مني، عطيها 2، وطلبت سيارتين، عطيها 4. كمان هي طلبت مبلغ شهري، رح أعطيها شيك ووقع لها، خليها تعبيه بالمبلغ يلي هي بدها إياه. حاجاتها زايدة هلأ، لهيك هي بدها مصاري كتير. ستك معها حق عن جد، لأنه جانا طول عمرها وهي بتحب المصاري، بس للأسف أنا كنت غبي ومشيت ورا مشاعري، إجيت لهون وبهدلت حالي، وهلأ رح تكون مرتاحة. عطوها كل شيء. شكراً بابا. اليوم الحلم تبع ستي اللي صار له سنين طويلة أخيراً رح يتحقق. بعدين أنا كان بدي إياك توقع على هالوراق هدول، لأنه لازم ماما شرفاني تاخد حقها. الو، انا ساشين. بابا وقع اوراق الطلاق كلها، وباعتباري محامي بدي احكي معك بموضوع. فيني شوفك شوي؟ بشوفك عند الكازية القريبة من هون. طيب انا جاي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.